هذا وقد قام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أمس بزيارة إلى مجمع الفروسية بالعاصمة التركمانية أشقباد الذي يضم سلالات الخيل التركمانية النادرة. يرافق جلالته سعادة السيد رشيد ميرادوف نائب رئيس الوزراء وزير خارجية تركمانستان الشقيقة. ولدى وصول جلالته حفظه الله كان في الاستقبال مدير مجمع الفروسية الذي رحب بزيارة جلالة الملك المفدى لمجمع الفروسية. بعد ذلك شهد جلالة الملك المفدى عروضا للخيل التركمانية قدمها فرسان مجمع الفروسية والتي نالت على رضا واستحسان ملك البلاد المفدى والحضور. وامتازت ألعاب الفروسية بالدقة والتنفيذ المتقن للفرسان التركمانيين. وأعرب حضرة صاحب الجلالة عن إعجابه بما شاهده من عروض للفرسان والخيل التركمانية التي تتميز بجمالها وجودتها وقوة تحملها، منوها بحرص تركمانستان الشقيقة بقيادة فخامة الرئيس قربان قولي برد محمدوف على الاهتمام والمحافظة على سلالات هذا الخيل الأصيلة. أعرب جلالته عن تطلعه إلى تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال رياضة الفروسية، ومؤكدا أن مملكة البحرين تمتلك أعرق المرابط للخيل العربية الأصيلة والمسجلة في منظمة الواهو والتي تشتهر بنقاوة سلالاتها وقوة تحملها وقدرتها التنافسية العالية التي تمكنها من الوصول لمنصات التتويج في كافة المنافسات الإقليمية والعالمية. وفي ختام زيارته شاهد جلالة الملك المفدى حصانا من الخيول التركمانية واستمع إلى شرح حول اهتمام تركمانستان بهذه الخيول، وتمنى جلالته لجميع القائمين على المجمع دوام التوفيق والتقدم.